الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هحكي لكم برضو بنعمه ربنا في السلسله بتاعت الكلام، وبنتكلم على الشيطان وازاي يتكلم مع اولاد ربنا على حرب وتكنيك جديد بيستخدمه الشيطان. ايه بقى الحرب ده؟ حاجه اسمها تغيير الكلمات، او بين قوسين قلب الحقائق. هنخلي عنوان حلقتنا كده قلب الحقائق. يعني ايه قلب الحقائق؟ بيلخبط الدنيا، بيلخبط الدنيا، قول كلام مش في مكان. على سبيل المثال علشان تفهموا بس الشيطان بيعمل ايه على مستوى العالم كله، احكي لكم ان يمكن سنة 2006 حاجة كده من 10-14 سنة حصل مؤتمر في مصر، او مؤتمر اسمه كان مؤتمر القاهرة للسكان، ده حاجة كده تبع الامم المتحدة. وطبعا المؤتمر ده لازم يعمل توصيات. العالم كله كان بيحارب الاجهاض والمسيحية وربنا، والكنيسة بتعلمنا ان الاجهاض ده خطية قتل، ما ينفعش انسان يعمل اجهاض لطفل، مش من حقك تسلب حياة انت ما خلقتهاش. ايه اللي حصل؟ احكي لكم ايه اللي حصل. اللي حصل المؤتمر ده عاوز ابتدى في اكثرية في العالم كله ان من الحرية ان الانسان ممكن يتخلص من الطفل. فبدل ما يقولوا ان في اجهاض راحوا عملوا حتة صياغة. شوفوا الشيطان بقى وافكاره الراقية جدا جدا جدا. بيقول ايه؟ حرية الافراد في ابداء عدم استعدادهم لاستقبال طفل. ايه 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 ايه؟ لك الحرية، الحرية دي قيمة كبيرة قوي. الافراد يعني اللي عايش مع واحدة، يعني سواء بقى عندهم متجوزين او عايشين من غير جواز. حرية الافراد في ابداء رايهم او عدم استعدادهم لاستقبال طفل. يبقى ليه بقى واحنا مش مستعدين نجيبه؟ طب ما الحمل حصل خلاص، والله سمح بوجود حياه. لا لا لا، احنا في حاجه اسمها الحريه. وممكن الله ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ اهو ادي ايه الحريه. الحريه دي اغلى قيمه في الدنيا. ربنا خلقنا احرار مش كده؟ اه. وما دام انا حر وحبيت راجل زيي وعاوز اتجوز واعيش معاه، اتجوز مع راجل زيي. طيب انا عايز اتجوز واحده ست وانا واحده ست، لا اتجوزي واحده ست خالص. ليه؟ ما هي دي الحريه. انتوا واخدين بالكم بقى عمل ايه؟ بلاش بقى الكلام المتطرف، لان مجتمعنا نشكر ربنا رافض الامور دي. تعالوا نتكلم على حاجات بتحصل جوه الكنيسه. ازاي الشيطان بيقلب الحقائق؟ ازاي الشيطان يحط الكلمه في غير مكانها علشان مثلا انا أبونا دخلت لقيت في واحد بيغلط في الكنيسة، واحد بيغلط في الكنيسة، ممكن أخده على جنب وأقول له يا فلان ده كده غلط، التصرف ده ممكن يسيء، أزعق وأخبط وأشخط وأجيب الناس كلها حواليا، وبعدين وممكن جدا آسف آسف إن أنا أقول أهينه مثلا. طبعا ده غلط، أهنته. وبعدين يقول له يا أبونا مش ده زيادة شوية؟ يقول لهم لا، مكتوب غيرة بيتك أكلتني. ده فوق ممكن واحد يشتم وتقول له بتشتم ليه؟ يقول لك اصل انا بحتد في الحق، اصل انا في الحق ما اعرفش ابويا. ايوه خليك حقاني وما تظلمش، لكن تشتم في مشكله. ولما نقول لك انت بتشتم ليه تقول اصل ده حق، ده مش حق، دي شتيمه. بس شوفوا الشيطان بيعمل ايه، بيحط دي مكان دي ويحط دي مكان دي. يعني معقوله كده؟ في مره من المرات شوفوا الشيطان برضو ازاي بيحط عنوان يبرر الخطية ويبرد الضمير قوي قوي قوي. في واحد في احد الكنائس يعني موظف في كنيسة، فبعدين ابونا اكتشف انه ايه، انه يعني يظهر فيه مبالغ اخذ منها جزء بصرف النظر عن التفاصيل. فابونا بيعاتبه قال له يا ابونا، بيقول لابونا يعني انت يا ابني لو احتجت حاجة قل لي لكن تمد ايدك. قال له يا ابونا ما خدتش الا حاجه قليله قوي. قال له قليل او كتير دي ما تفرقش، المبدا ما ينكسرش، ما نقدرش نمد ايدينا على ايه؟ فلوس ربنا. عارفين الاخ ده رد على الاب الكاهن قال له ايه؟ قال له مش المسيح وصانا على اخوه الرب؟ قال له انا اخوه رب. انتوا واخدين بالكم الشيطان لبسها له ازاي؟ حطت مكان في غير مكانه. فانا ممكن احتد واقول دي غيره، ممكن اشتم واقول دي غيره، ممكن أدين وأدين إنسان إدانة شديدة قوي ويقولوا أنت واقع في الإدانة، أقول لهم أنا أعلن الحق. لا، ما حدش قال لك تعلن الحق وتشهر بواحد يا أخي.
بس من ضمن الحاجات اللي بيعملها الشيطان حاجة اسمها قلب الحقائق. فأرجوكوا خلي بالكوا قوي من اسلوب الشيطان في قلب الحقائق. نكمل بنعمة ربنا بكرة مع اسلوب جديد من اساليب الشيطان في كلامه مع الناس.